يا سيدي العزيز، نحن في لبنان كما في العراق كما في اليمن كما في فلسطين كما في كل جغرافيا المقاومة نعاني من قلة النصير، نعاني من هذه الأمة العربية التي باتت تحملنا كل المسؤولية لأننا ندافع عن أرضنا. ذنبنا الوحيد في هذا العالم أننا نحمل البندقية ونمتشق القوة والمقاومة في سبيل تحرير أرضنا والدفاع عن مقدساتنا، لأننا نؤمن بفلسطين بمسلميها ومسيحيها، نؤمن بضرورة زوال هذا الكيان الذي يشكل الغدة السرطانية الرئيسية لكل مشاكلنا في المنطقة. يتعامون أن إسرائيل تريد تقسيم العراق إلى دويلات ثلاثة كردية وسنية وشيعية، ويتعامون عن وثيقة يينون التي تريد تحقيق من خلالها ما يسمى بإسرائيل الكبرى، التي تطال تركيا ولبنان وسوريا والأردن ومصر والسعودية وكثير من الدول من النيل إلى الفرات. يتعامون عن هذا المشهد كله ليحملوننا نحن المسؤولية. كل الإعلام العربي، معظم الإعلام العربي الذي يقع في الضفة الأخرى وهم كسر ونحن القلة، وكل السياسيين والمحللين وكل معظم الأنظمة العربية ماذا تقول لك؟ مشكلة لبنان في وجود حزب الله، مشكلة العراق في وجود حشد الشعب العراقي، مشكلة اليمن في أنصار الله، مشكلة فلسطين في حماس وفي المقاومة. تبرئة إسرائيل من كل جرائمها ومن كل ما تفعله فقط لأن لديها حقد على مشروع اسمه المقاومة. لماذا مشروع المقاومة؟ المقاومة يا سيدي عندما انتصرت في العام 2000 وحررت جنوب لبنان وأجبرت إسرائيل على الانسحاب منه دون قيد أو شرط، عرت معظم الأنظمة العربية والجيوش العربية التي كانت تحتلها إسرائيل بفرقة موسيقية في العام 2006 عندما وقف حزب الله وشنت عليه الحرب، وكانت رائحة الطائرات الإسرائيلية يفوح منها رائحة النفط السعودي التي كانت تعتبر أن ما يفعله حزب الله هو مغامرة، وضعوا هدف اسمه سحق حزب الله في ذلك الوقت. انتصرت المقاومة باعتراف إسرائيل، ولكن العرب، أغلب العرب وأغلب اللبنانيين عندنا في الداخل اللبناني أصروا أن حزب الله دمر لبنان. اليوم ما هي مشكلتنا؟ أننا نؤمن بغزة، نؤمن بفلسطين، نؤمن بالقضية. كان من واجبنا الطبيعي كما من واجب كل الأمة أن تنصر غزة وأن تفتح جبهاتها، لا أن تتركها وتتفرج على دماء شعب غزة كيف كان يقطر، بينما هم سكارى مخمورين على أغاني المغنيات الإباحيات التي كانت تأتي إلى الحرمين الشريفين والعياذ بالله. بما كان بال الشعب العربي؟ أكبر جيش وأسرع دجاجة، فيما كان أطفال غزة يقطر من دمهم، يسبحون بدم بارد على الشاشات أمام العالم كله. أي عرب؟ هؤلاء عرب؟ متى نصروا القضية الفلسطينية؟ متى تجرأوا على قطع علاقاتهم مع إسرائيل؟ متى تجرأوا على الضغط على إسرائيل؟ وهذا هو حالنا اليوم. اليوم نحن نحمل مسؤولية في لبنان لأننا نساند غزة، ولأن في لبنان مقاومة يجب أن تسحق وأبت أن تسحق.